أسماء بوجبار ولدت عام 1984 بمدينة الدار البيضاء أول امرأة عربية وإفريقية تنضم لوكالة الفضاء الأمريكية نصة تعالوا مشاهدينا الكرام لتعرف أكثر على أسماء بوجبار تلقت تعليمها الأساسي بالدار البيضاء قبل أن تسافر إلى فرنسا حيث تابعت دراستها الجامعية واشتغلت في مختبر بمدينة كليرون فيران يعني بالبحث في ظاهرة البراكين وحصلت على الماجستير من جامعة المدينة نفسها ناقشت أسماء أطروحة الدكتوراه في تكوين الكواكب وتمايز الكواكب في نهاية عام 2014 بعد فوزها في مسابقة شارك فيها المئات لتكون أول امرأة عربية مغربية تم تنضم إلى الناس حيث التحقت فريق المركز لندن بجنسون التابع لوكاله الفضاء الامريكيه ناسا بهستون في ولايه تكساس الامريكيه